Bonjour mes amis, vous allez bien? Moi ça va très bien. Je suis Carole, votre prof de français. اليوم شو كنت عم بعمل من شوي؟ قريت أكيد بكتاب كتير مهم ورجعت رجعت شوي بعض الكلمات يلي بدي أعلمكم إياهم اليوم. وكمان كنت عم بعمل بانتور. Vous vous rappelez de la peinture؟ التلوين السائل. كل ما أعمل بانتور أنا وكون لابسة تيابة بلبس فوقه تابليه يلي شايفينه اسمه تابليه. Le tablier, quand même, il y a les bilipsou bas de tlemiz, bel madéris. Adatan, le tlemiz les rares, il y a les bikuno, tires rares, bas d'un faitin al madras. Bilapsou un tablier, bouloulo mariul, bihatou, menfo le tieb, kermel maïj vo tieb. Yanni basbat contam lo peinture, fi contelepsou tablier. Yanni mahanto tablier bel bet, fi el boustieb adim mektir mabadouya. Ta ezanjao, maïkun joue tiebo, le meratabin. Le tablier, comme vous voyez, c'est un tablier. Rose. Il est rose, il est rayé, il a des rayures. Il a aussi une poche. Une poche. J'aime la poche. Quelqu'un me dit qu'on est un peu parce qu'on a l'épsi un tiep. Vous avez dit que j'aime, vous avez dit que j'aime, mais il a la poche. Quand même le pantalon, un dos poche. Ma poche. Je mets ma main dans la poche. Dans la poche du tablier, je cache un mouchoir. Je peux cacher mes jouets. Je cache yani prabbe. Poche, il y a kelme te damman le phonème sh. حلقتنا لليوم مثل ما وعدتكم بالحلقه الماضيه رح نتابع فيها هذا الفونيم لانه كثار الكلمات ان فرونسي يلي بنسمع فيهم sh. بدي اذكركم بس بدي اشوف اذا انتم بتتذكروا شو هن الحرفين اللي بنستعملهم تنقول sh. Voilà l'alphabet. On va chercher. Quelle lettre? Regardez bien. La lettre C. Bravo. La lettre C et la lettre H. Voilà la lettre H. C, H, ensemble. Ma bardon biatoune ch. Mettez le kilmite poche. Voilà, akid, bad chouaï, rah nintail al louh. Ou rah niktou poche. Bouhetkoun. Bas abel, rah nitwaqaf. ورح نسمع الالفابي فرنسي. Qu'est-ce qui forme l'alphabet? Le sais-tu? Le sais-tu? Qu'est-ce qui forme l'alphabet? Le sais-tu? Les lettres? Oui. Les connais-tu? A, avion. B, bateau. C, cochon. D, comme D. E, éléphant. F comme fleur, G girafe, H hibou, I comme il, J comme jus, K kangourou, L comme lune, M mouton, N comme nous. O orange, P comme pomme, Q comme 4, R radis, S serpent, T tortue, U univers, V vélo. W wagon, X Xavier, Y comme yaourt, Z comme zèbre. أنا رجعت لكم وهلا صار وقت نتذكر سوا كيف نكتب الفونيم ش. يلي ما قدروا يتابعونا بالحلقة الماضية ركزوا كتير منيح. كتير سهل. نكتب أول شيء la lettre C, puis la lettre H. ما تنسوا هيدا H. كتير بيشبه هيدا الحرف، مين بيذكرنا هيدا الحرف شو؟ ال. في حرف كمان بيشبه هون هو ب، انتبهوا ما تضيعوا فيهم. اش ال ب مثل بوكلة. ب هيدا الشيء الحركة اللي بنعملها هون كم اون بوكلة. في عندي كمان لا لتر اف بتشبههم، بس الاف بتختلف لأنه بننزل فيها لتحت. هلا نحن تركيزنا على هيدا الفونيم. الفونيم ش. بده يذكرني ببدايه الحلقه كنت لابسه تابليه بس بعد ما خلصت البانتور وغسلت ايدي شلحت التابليه. دون مون تابليه il y avait une poche. Une poche. Faites attention, le mot poche est très facile. On l'écrit avec P, O, CH, E. Poche. Et c'est un O ouvert. Mettez le carole. Mais je poche. Abadan. لما بتشوفوه يمكن تنسوا
تتذكروا فيكم تعملوا شي حركة تحته هيك، إنه هيدا كل ما تعملوا هيدا الحركة تتذكروا إنه هيدا الحركة بتدل إنه الأو لازم يكون أوفير، وفيكم تتفقوا مع بعضكم أو لحالكم أنتوا وأصحابكم إنه بس أعمل هيدا الحركة تحتها بيكون أو فيرمي. أنتوا فيكم تألفوا الحركة اللي بدكم إياها، هاي الحركة إذا أو أوفير هيك، بس تكتبوا كلمة بوش وتكون تحتها هيدي الحركة وبتكون تقروها تتذكروا إنه بقول باش ما بقول بوش، إن بوش ما بوش ما بوش يعني جيبتي. في كمان كلمة تانية شفناها بالحلقة الماضية، كنت عم باكل شيء أنا كتير طيب، أكيد بتعرفوه، دو شوكولا. on va écrire encore une fois du chocolat du chocolat. ويلي منكم بده يعمل مثل هول الحركات، انا رح احط هيدي الحركه تحت الاو لانه تتذكر انه بنقول شوكولا، لو اي فيرمي. هيدا الشيء بيساعدكم على لفظ الكلمات. واكيد كمان اصدقائي بدي اذكركم كل مره بيكون قدامكم الدفتر وعم تلعبوا بنهار وحابلكم تتذكروا الكلمات اللي تعلمتوهم بفقرتي ونسيتوا كيف نلفظ الكلمه، فيكم زورونا على موقعنا وتسمعوا الحلقه وتتذكروا كيف بنلفظ هالكلمات. وهلا رح نرجع من جديد، وهالمره بدي اياكم تتذكروا لي كلمه وحده بعد قلناها بالحلقه الماضيه بتتضمن لو فونيم ش. يلا تذكروا. تري بيان، هيدي كلمه صحيحه، وحده غيرها. برافو، كثير عم بسمع كلمات مثل ان شوفال، شوفال حصان، وكثير سهل نكتب شوفال. بس في حدا منكم كمان قال لي ان شا، انا مبسوطه منه، ان شا يعني هر. شا كمان كلمه تتضمن لو فونيم ش. تري تري بيان، بدي منكم اليوم تحضروا صفحه جديده لانه رح نتعلم كلمات جديد، ويلي ما تعلموا هول الكلمات رح ذكرهم فيهم كمان بحلقتنا. هلا رح اتوقف معكم بفقره صغيره، من بعدها ناطركم مفاجاه لكم اياها. طيب رح لكم اياها، رح اعلمكم اغنيه جديده، النوفيل شانسون، رح ننتقل انا وياكم على التابلو صغير وعلمكم كلماتها ومن بعدها اكيد حنسمعها. نتوقف بفقره صغيره ومنرجع. رجعنا اصدقائي، مثل ما وعدتكم صار وقت اعلمكم اغنيه جديده، اون نوفيل شانسون. وبما انه بالحلقه الماضيه وهالحلقه عم نحكي كثير عن الحيوانات، عم نقول شوفال، عم نقول شا، شيان، وكثير حيوانات تانية مثل فاش، صار وقت نتعلم اغنيه مخصصه للحيوانات. بس هالاغنيه عنوانها لي زانيمو، لي زانيمو انيمو يعني حيوانات، لي زانيمو سوفاج، سوفاج يعني مفترسه. تعرفوا انه في لي زانيمو دوميستيك ودي زانيمو سوفاج. دوميستيك يعني اليفه في نربيها بالبيت او حد البيت، سوفاج هي الحيوانات المفترسه الغير اليفه يلي هي منلاقيها بالغابات، منشوفها بالصور، منشوفها أوزو، بس روح زور مدينة أو إذا بدكم جنينة الحيوانات، بس أكيد ما فيني ربيها بالبيت. هلأ رح نشوف أنا وياكم البعض منا هالحيوانات. خلونا نبلش بأول كلمة، لي زانيمو سوفاج، مثل عنوانا لي زانيمو سوفاج، سوفاج يعني مفترسة. نفيف با، كل ما تسمعوا ن با يعني لا، ne vive pas يعني ما بيعيشوا، vive يعني بيعيشوا، ne vive pas يعني ما بيعيشوا dans ma maison. ma maison يعني منزلي، اكيد الحيوانات المفترسه ما بتعيش، ne vive pas dans ma maison، اكيد dans ma maison وبكل المنازل مش بس ببيتي انا. il préfère، il يعني هذه الحيوانات، هي يعني il préfère، تما ارجع اقول مره ثانيه les animaux sauvages، حط محله il. il préfère، préfère يعني بفضله، افضل je préfère. il préfère شو بفضله؟ les forêts et les jungles، الغابات، الغابات نقول لها forêt او jungle. jungle هي بعض الغابات يلي كثير كثير مليانه بالاشجار ويلي ما بفت لها كثير الانسان. les forêts et les jungles، كلمة جانجل يمكن شوي صعبة بس هي بتشبه كلمة فوغي بنفس المعنى، هي كمان غابة بس غابة كتير كثيفة
بالأشجار وكتير كثيفة بالحيوانات المفترسة. il préfère لكن كلمة préfère يعني بفضله les forêts et les jungles sous le règne de leur roi le lion. خلونا أول شيء نشوف بهالجملة شو بنعرف كلمات نحنا. نعرف roi، نعرف lion، roi ملك، lion الأسد. برافو. شو بنقول له عادة الأسد حتى بالعربي؟ بنقول له ملك الغابة. sous le règne de leur roi. il règne يعني هو الملك، هو اللي بيديره، مش بيدير كل الغابة. هلا هو بيقولوا إنه بيدير الغابة لأنه هو الحيوان الأقوى واللي شكله أحسن وأكبر، بس بما إنه بيقولوها بالقصص أنا حبيت مرق لكم إياها بالأغنية ورح تشوفوا قد الصور حلوين لما بتشوفوا الأغنية. sous le règne de leur roi le lion l'aigle dans le ciel. l'aigle يعني النسر، ciel يعني السماء. انتم بتعرفوا انه النسر بحلق كتير بعيد، كتير عالي بالسماء. vol très très haut. vol يعني بيطير، بس قول très يعني كتير، très très يعني كتير كتير، haut يعني عالي. le gentil écureuil. gentil يعني مهضوم، kind يعني gentil مهضوم. le gentil écureuil. écureuil يعني السنجاب. شايفين سنجاب شي مرة بشي صورة؟ هو صعب تشوفوه كتير بالحقيقة إلا إذا بقفص، لأنه كتير سريع وبيتخبى بالأشجار. بتعرفوا إنه السنجاب ليكوغاي شو بياكل؟ دايماً بنلاقيه عم بياكل فستق أو بندق. ليكوغاي لو جانتي ايكوغاي غرينيوت لي نوازيت. غرينيوت يعني بياكل، بس غرينيوتي يعني بس آكلهم أنا عم بقرقشهم. مثل بس كون عم باكل اون كاروت جزرة، أون دي جو غرينيوت اون كاروت يعني بقرقشها. Je grignote un biscuit. يعني عم بقرقشه. Le gentil écureuil grignote les noisettes. Noisette يعني بندق. L'ours يعني الدب est énorme. كتير ضخم. énorme يعني كتير كبير. Mais ولكن but بالإنجليش. Mais il est très beau. هو مزبوط انه ضخم ولكن هو جميل. beau يعني جميل. وقلنا très beau يعني جميل جدا. le grand éléphant. éléphant يعني الفيل. elephant بالانجلش. le grand éléphant الكبير اكيد هو اضخم حيوانات تقريبا. le grand éléphant et et دايما يعني و et le serpent à sonnette. serpent à sonnette هو نوع من الافاعي. serpent يعني افعى. و serpent à sonnette هو نوع من الافاعي. في كثير انواع من الافاعي، يعني افعى في منها كثير موديلات. سيربان اسونيت، نحن اكيد عم نعدد الحيوانات، هلا بالاخر رح نرجع نعددها كلها. لو كروكوديل. كروكوديل يعني التمساح، كثير خطير التمساح. لو كروكوديل ناج دون لو. ناج يعني بيسبح، دون لو بالمي. لو باندا بروتيج لو. هون عم بدعيك لإلك، عم بقول لك او لإلك. لو باندا، انتو بتعرفوا الباندا؟ الباندا هو أورس، هو نوع من الضباب لونه أبيض وأسود، وبيقولوا إنه ما بقى لازم أبداً نتصيدهم أو نقتلهم، لازم نتركهم لأنه رح يختفوا، ما رح يعود فيه باندا، لازم نحميهم. نحميهم يعني بروتيجي. لو باندا بروتيج لو يعني حمي. موا يعني أنا، مي جيم يعني أحب، أي لايك tous les animaux، كل الحيوانات. وهلا اخر شيء رح اقراه هون ورح نرجع نعدد les animaux sauvages. les animaux sauvages. les animaux sauvages ne vivent pas dans ma maison. ils préfèrent les forêts et les jungles sous le règne de leur roi. le lion, l'aigle dans le ciel vol très très haut. le gentil écureuil grignote les noisettes. l'ours est énorme, mais il est beau. le grand éléphant et le serpent à sonnette. le crocodile nage dans l'eau. le panda protège-le. moi
جيم تو لي زانيمو. اذا مرق عندي شو الحيوانات اللي مرقت عندي؟ تعالوا ننبش عليهم. لو ليون، لاغل، ليكوراي، لورس، ليليفان، لو سيربان ا سونيت، لو كروكوديل، لو باندا. اكيد في غيرها كثير من الحيوانات المفترسه، بس انتو لو بتعرفوا قد ايه الاغنيه حلوه بس تشوفوها هلا، وانا كثير مشوقه احضرها معكم. ركزوا منيح على الكلمات انتو عم تشوفون على الشاشه وانا رح اسمعها معكم. Les animaux sauvages ne vivent pas dans ma maison. Ils préfèrent les forêts et les jungles sous le règne de leur roi, le lion. L'aigle dans le ciel vole très très haut. Le gentil écureuil grignote les noisettes. L'ours est énorme, mais il est très beau. Le grand éléphant, le serpent à sonnette, le crocodile nage dans l'eau, le panda protégeons-le. Moi j'aime tous les animaux. Les animaux sauvages ne vivent pas dans ma maison. Ils préfèrent les forêts et les jungles sous le règne de leur roi. Le lion. Me voilà de retour, mes amis. إن شاء الله تكونوا حبيتوا الأغنية. هلا حضرت لكم كلمات sur l'écran. Des mots qui contiennent le phonème ش. وأنا مرقت كلمات جديدة وكلمات بتعرفوها. ركزوا منيح. رح أقول لكم إنه أول كلمة هي جديدة. وكلمة مثل ما شايفين مؤلفة من أربع كلمات، يعني إذا بدكم أون مع ثلاث كلمات تانية. أون، ماشين، أ، لافي. شو شايفين قدامكم؟ غسالة. أكيد كلكم شايفين غسالة، في عنا كتير أنواع من الغسالات وأشكال. بس الغسالة أون فرونسي منقلها ماشين. ماشين هي أي آلة. أي آلة منقلها أون ماشين. لافي يعني نغسل. ماشين آ لافي يعني آلة الغسيل، إذا بتكون الغسالة، الآلة يلي منغسل فيها التياب أو حيلا نوع من القماش. أون ماشين آ لافي. أون ماشين، ماشين يعني آلة. آ هيدي الآ بدي انتبه لها كثير منيح. آ بحط عليها أكسون صغير، أكيد ما بلفظه أبدا أبدا لأنه منا لليتر أو. لو كانت أو كنت قلت آه. الآ ما بيأثر عليها الأكسون، بتضلها آه. بس بدي أحفظ إنه بكلمة ماشين آ لافي لازم حط هيدا الأكسون. بدكم توعدوني إنه تحفظوها؟ ماشين آ لافي بنحط لها أكسون، أكسون غراف. آ لافي. بدي إياكم تركزوا منيح على كلمة لافي. لافي هو فعل. لافي يعني نغسل. لافي بالآخر بينتهي بـ أو آر مع بعضهم بيعطوني لفظ اي، يعني كانه حطيت او مع اكسنت اي. لافي برجع بعيدها، اون ماشين، ماشين كثير سهله، ام ا ش اي ان او، ماشين ا لافي، اون ماشين ا لافي. لحقتوا تكتبوها؟ برافو. شوفوها منيح، اون ماشين ا لافي، وما تنسوا على الاكسنت بنحطه على الأ. أما تاني كلمة كمان كلمة جديدة، ركزوا كتير منيح. مثل ما شايفين مدفأة أو مدخنة، بيقولوا لها مدفأة، يعني هي المدفأة، المدفأة يلي بنحط فيها الخشب ومنولعه، مش الدفاية على الكهرباء. بيقولوا لها أون فرونسي أون شوميني، وكتار من الناس بيستعملوا كلمة شوميني حتى هن عم يحكوا عربي أو بحيالة لغة تانية، لأنه الشوميني معروفة إنه هيدا الشكل بهالمدفأة اللي بنحط فيها الحطب ومنولعه منقله شوميني، وصاروا يتداولوها كمان بلغات تانية. شوفوا كتير سهل تكتبوا شو مي ني. On commence par écrire E au milieu du mot on le prononce. نلفظه بوسط الكلمة. شو مي ام اي ان
E accent aigu et le E à la fin, il est muet, يعني ما بلفظه. لأنه c'est un nom féminin. Une cheminée. بعد مرة, une cheminée. رح تابع. ثالث كلمة, شو شايفين؟ مظلة. هيدي المظلة مثل ما شايفين هي خطرة كتير. وبس الناس الكبار بيقدروا يطلعوا فيها وبده يكون معنا ناس متخصصين لنطلع فيها. إذا شفتوها شي مرة طايرة أو شفتوها بالكتب عرفوا إنه بنقول له أن فرونسي أن باراشوت. باراشوت. بتعرفوا إنه شوت يعني فيغ أون شوت يعني أشط أوقع. بارا يعني ما بيخليني أوقع. والمظلة شغلتها إنه ما تخليني أوقع. إنه تطيرني وضلني طاير من هيك بنسميها ان باراشوت انكور اون فوا ان باراشوت باراشوت على فان جكري لو او جو نو لو برونونس با الكلمه التاليه بدي اشوف مين منكم متذكره القصر شو بنقول له القصر ان شاتو برافو شاتو وكلكم اكيد تذكرتوا انه بنحط الاكسان سيركونفلكس على الا لانه شوفوا شكله للشاتو بيشبه الاكسان سيركونفلكس ما تنسوا ابدا اكسان سيركونفلكس هو مثل الكبعة مثل الشابو ان شاتو اما الكلمه الاخيره كمان بتعرفوها حبيت اذكركم فيها حصان بنقول له ان شيفال برافو ان شيفال تري تري بيان رح ارجع عيدون وخصوصي رح ركز على اول ثلاث كلمات تذكروا منيح الغساله هي اله الاله ان فرونسي بنقولها ماشين لافي يعني غسل اون ماشين ا لافي ثاني كلمه هي اون شوميني هي المدفأة اللي بنحط فيها خشب اون شوميني الكلمه الثالثه ان باراشوت المظلة مش المظلة اللي بحملها بس تشتي هديك بنقول له ان بارابلوي هيدا الباراشوت يلي منكم بيعرف يرسمه يرسمه قدامه تما ينسى ان باراشوت اما الكلمتين الاخيرتين هن ان شاتو قصر ان شيفال يعني حصان انا بهنيكم لانه اليوم تعلمنا ثلاث كلمات جداد وصعبين وتعلمنا كمان اون بوش بدي منكم بس تخلص الحلقه تعيدوهم كثير منيح وتكتبوهم كمان ما تنسوا كيف نكتبهم واكيد اكيد فيكم تعطوني ارائكم او تبعتوا لي صور على الموقع يلي عم تشوفوه باسفل الشاشه على facebook.com/madrasati7kids au revoir Une cheminée. Une machine à laver. Une niche. Une poche. Un parachute. Les animaux sauvages ne vivent pas dans ma maison. Ils préfèrent les forêts et les jungles. Sous le règne de leur roi, le lion. L'aigle dans le ciel vole très très haut. Le gentil écureuil grignote les noisettes. L'ours est énorme, mais il est très beau. Le grand éléphant, le serpent à sonnette, le crocodile nage dans l'eau, le panda protégeons-le. Moi j'aime tous les animaux. Les animaux sauvages ne vivent pas dans ma maison. Ils préfèrent les forêts et les jungles sous le règne de leur roi. Le lion.